يذكر لي أحد الأخوة يقول مات لي صديق وأنا أثق في الرجل هذا، هو رجل كبير يعني ما له مصلحة أنه يكذب، يمكن عمره فوق 70، فيقول مات لي أحد أصدقائي، يقول والله إني حزنت عليه حزن شديد، يقول كنت أنا وياه من يوم أننا صغار مع بعض ودائما نروح للمسجد، والرجل اللي مات رجل صالح نحسب الله حسيبه ولا نزكي على الله أحد. يقول مرت الأيام، يقول سبحان الله وأراه في المنام، يقول رأيت الرجل في فرح وفي سرور شيء ما علم إلا الله. يقول قلت لها أنت الآن مبسوط بعد موتك؟ قال والله أنا في نعيم، أنا في الجنة. قال وش الأعمال اللي دخلتك الجنة؟ يبغى يستفيد، هذا شايب وعارف أنه مقرب للحفرة، فقال بلحق العمر يشوف وش عند الرجال بسوي مثله. قال أنت وش مسوي؟ قال والله أني ما عندي، ما أعرف أنه قبل من عملي إلا شيء واحد، يقول هو الشيء اللي ذكر لي أن الله غفر لي بسببه. قال أني كنت في محاضرة في مسجد، أو قال كلمة بعد الصلاة، المهم في المسجد. يقول فلما انتهى الشيخ من إلقاء هذه الكلمة أو هذه المحاضرة رفع يده يدعو، يقول وكان بين الحاضرين رجل من الصالحين مجاب الدعوة، ما يدرون عنه الناس، جالس مع الحاضرين. يقول فأمن فغفر الله لكل من كانوا حاضرين بسبب استجابة لدعاء هذا أو تأمين هذا الرجل اللي كان موجود. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتوراً.